راه بصراحه راه حنا كنشوفوا ميراجانات كانوا كيتنظموا في منتجع سيدي بوزيد، وميراجانات كيتنظموا في مولاي عبد الله، وميراجانات كيتنظموا في الاقليم. راه بصراحه عامه الميراجانات كتخسروا واحد الاموال طائله. على الاقل يكون عندنا تحمل دعم من طرف مثلا الشركات او مثلا الجهه او شي حاجه كمهرجان. هي راه بالعكس راه بقعه ارضيه باش غادي نشروها باش نستعنوا بها باش يدفنوا الاموات. صراحه داكشي اللي كيتخسر على المهرجان وانا نتحيد غير واحد النسبه مئويه ويعاونونا به. صراحه هذه راه ماشي اللي غادي نفرضوا عليهم او غنقول لهم. حنا كنشوفوا مهرجانات راه كاينين في موسم مولاي عبد الله، راه كاين مهرجانات، ولكن الانسان راه كينسى بانه هو راه كاين الاخير هو الموت. وندعموا احسن شي حاجه اللي كاينه، شي حاجه اللي ملموسه، شي حاجه اللي غتبقى، شي حاجه اللي غتنفعنا، شي حاجه اللي حنا ماشي ضد المهرجانات او ضد النشاط او ضد شي حاجه. كل واحد يدبر راسه، ولكن راه كل واحد كيعرف بانه حنا مصلحه المواطن او مصلحه الواحد الشخص او مصلحه واحد الاسره اللي ما خصهاش تعاني، او واحد الاسره اللي غديبلاصا، او واحد الاسره اللي غتعرض واحد الحاجه باش غتمشي لواحد المنطقه اخرى تدفن. الا حنا بغينا تكون في اقرب، اي شخص غادي يموت، اي واحد على الكره الارضيه راه غادي يموت. بصراحه المشكل اللي كتخبط فيه دابا الحاليه اللي غندون تخبطوا فيه، ماشي حنا اللي حد الان الروضه بدات كتعمر وما بقاتش واحد المساحه اللي كافيه للدفن تقريبا لهاد السنين الاعوام الماجيه. بقات تقريبا واحد المده ديال شهر ولا شهرين تقريبا، لانه هاد فخده العبابده ماشي فخده صغيره، فخده كبيره فيها واحد المجموعه ديال الدواوير. تقريبا اللي غنقول لك دواوير بزاف، تقريبا 30 34 تقريبا، هما كلهم كيعتمدوا باش كيدفنوا هنا لانه هنا قريبه ليهم. وكتعرف بانه كاينه واحد القضيه اخرى غير باش يعرفها المواطن ويعرفوها حتى يعرفوها الناس المشاهدين، بانه المنادله مع البحاره مع العتامنه مع هاد الدواوير راه كلهم تقريبا عائله وحده، راه منساب شي مناسب من هنا شي واخد من هنا. كتعرف بانه السكان المحليون او الاصليون ديال هاد المنطقه راه ضروري كيبغي يدفن في واحد البلطاقه اللي هي قريبه ليه، اللي كيقول لك الارض ديالنا مثلا البلاصه اللي قريبه هو سيد محمد الشلحوه راه معروف تقريبا. كانت هاد المقبره لانه كنا كنقدموا مساعدات قبل ما كدار الجمعيه، وحتى دارت الجمعيه لمده دابا 4 سنوات. علاش كنا قدمنا مساعده صراحه للناس اللي كانوا كيجيبوا يدفنوا من جديد، كانوا كيجيبوا الاهالي ديالهم هنا، الناس مسؤولين كانوا كيجيبوا الاهالي ديالهم هنا. دابا لحد الان حنا بغينا الناس اللي غتخصها تقدم لنا المساعده او دعم لهذه الجمعيه او بعض الناس المحسنين. حنا ماشي زعما غنطلبوا او غادي نقولوا الانسان بانه بزز او شي حاجه، غادي راه ما عمرها تكون الا الانسان او المحسنين اللي كتعرفوا انه الجمعيه كتوفر على واحد الكونت بنكي. كنا دايرين لافتات على حساب المحسنين باش اللي بغاو يتعاونوا، اي واحد باش يبغى مساهمه باش نقتني واحد الارض اللي هي المساحه ديالها 7 الخدامه و300 متر جات بالجانب ديال المقبره. بغينا نستعنوا بهاد الارض باش يكون باش ندفنوا الاموات، لان راه غادي حنا غنموتوا، راه كلشي غادي يموت، راه بانه الموت راه علينا حق، راه ضروري خصو يكون واحد لواحد البلاصه اللي غيدفن فيها الانسان. المشكله اللي عندنا هي دابا هاد الدواور بعيده عليهم مقبره ديال الريان، الريان بانه بعيده بواحد المسافه كثيره لا ديبلاسمون او مثلا حتى صراحه حنا كون عندنا الفلوس على الاقل غتكون عندنا غير سياره ديال نقل الاموات بعدا هنا لهاد المقبره باش نستعنوا بها مثلا او للدفن شي مكان واحد اخر بين ما وجدات الارض، لانه حنا كنشوفوا بقات لنا شنقول لك وقت قليل وضيق بزاف لهاد ولينا دابا استعنا بواحد الطرقات اللي كنا مخلينو حاجه طرقان ما بين المقابر باش كانوا الناس اللي كيبغيو يزوروا الاهل والاحباب ديالهم. كاين اللي معاق، كاين اللي كيجيب مثلا يدخل بالسياره ديالو. المشكله دابا حنا ولينا كندفنوا في هذيك الطريق، بقات تقريبا واحد نقول لك 100 150 متر اللي بقات في واحد البلاصه راه فارغه. حنا كانت عندنا واحد المساحه اخرى اللي خداتها الجهه بصراحه باش كانت واحد التوسيع ديال الطريق الجهويه الرابطه ما بين مدينه الجديده والجرف الاصفر، هو المدخل ديال المنتجع سيدي بوزيد اللي كانت كبرات واحد المداره ودارت فيها لي باركينغ، ومهم وسعات الطريق وكان واحد المنظر جميل بالنسبه للمدخل ديال المنتجع سيدي بوزيد. لانه توسيع الطريق بدات كتبدا من جبران الخليل ابراهيم الخليل الى الى الى, إلى, إلى الجرف اصفر. المشكله هو كان واحد الوعود اللي كان كيقول لك بانه كاين واحد التعويض اللي غادي يعوضوا لنا هذه الارض اللي عطيناهم حنايا، اللي عطيناهم ساهم تساهمت بها عطيناهم بتوسيع الطريق باش يعوضونا حتى هما او يوقفوا معنا في دعم. انتم كتعرفوا بان الجهه راه خاصها
الا عطيناكم واحد الطرد الارض فين درتوا الطريق وفين كبرتوا المدخل وفين صايبتوا لواحد المدخل ديال المنتجع وحيدتوه من طرف من الروضه، راه خاصكم على الاقل يكون واحد التعويض او مبالغ ماليه ترصد للجمعيه او لاقتناء الارض من طرف الجهه، او مثلا حتى كنطالبوا حتى الجماعه ديال مولاي عبد الله تحاول تفكر وتدوز واحد الدوره وتكون واحد الدعم لهذه الجمعيه او مبلغ ديال واحد 250 درهم المترو قبل ما غنولوا في مشكله، لانه غتوقع واحد المشكله كبيره وغدواور ما غاديش يتنازلوا بان ما غادي يبغيو يمشيو يدفنوا في واحد المكان بعيد او مثلا غيمشيو ديبلاسور جديده، غير ضروري غيبغيو يدفنوا هنا. لحد الان حنا بغينا نداركوا الامر وبغينا زعما الرئيس الجامعه يفكر ويدير واحد الدوره لاعضاء المجلس الجامعي اللي بجامعه مولاي عبد الله وترصد واحد المبلغ مالي لواحد القيمه ديال واحد 250 درهم مترو ولا 300 درهم المترو، ونقتنيو ونقتنيو هذه الارض ويدفنوا فيها هاد الساكنه ديال هاد منطقه العبابده، لانه كتضم منتجع سيدي بوزيد، المنادله، البحاره، العتامنه، ولا واحد المجموعه ديال الدوارين، دوار كثار كثار وكلهم كينتموا تقريبا كاع عائله واحده لهاد الفخده العباب. المقبره صافي راه تصورتي، راه تشتي الطرقان اللي كندفنوا فيهم دابا، راه تشتي بقى الطريق وحده اللي تقريبا راه هي الطول ديالها على الاقل واحد 150 متر على واحد 4 متر، وطريق اخرى راه قريبه تكمل صافي، وبقى واحد شويه اللي هو واحد تقريبا واحد اقل من 200 متر، راه انت شتي في كي البير من البير هنا راه ما بقى والو صافي، راه انا غتسد راه دابا زعما باغي نقولوا من هنا الصيف راه وحتى الوقت وحتى المبلغ الرصيد اللي مرصود لينا في البنك في 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 الحساب البنكي راه ما غاديش يشري والو، انت خدام انت نص خدام راه ما يقدر ما يشريش. حنا بغينا زعما صراحه من الجهه ومن الجامعه وحتى من العملات اقليم الجديده يحاولوا ما امكن يديوها في هذه النقطه، لانه غيعرفوا بانه راه غتحتاج هذه المنطقه لهذه الارض، راه غادي تحتاج هذه المنطقه ديال العبابده اللي كنقولوا حنا فخده العبابده لهذا المنتجع سيدي بوزيد وهذه الدواوير، لانه راه ماشي دوار صغير وراه غنقولوا فيه 100 واحد 200 واحد او 50 خيمه او 60 دور، ماشي دواور هذو، راه دوار بالاناره لي بلوك راز صار ما راه دواور راه تقريبا راه شبه حضاري حتى نتقدم بطلبات، ولكن ما كاينش الرد او كاين شي حاجه. حنا بغينا من الناس المسؤولين اللي كاين اللي حارسين على هذه المدينه وعلى هذه الجهه وعلى هذا الاقليم يعرفوا بان ورا ما خصوش يوقع لينا حنا كما وقع ديك الخطره المدينه الجديده من اللي ما لقاوش فين يدفنوا الناس وعاد اقتنوا ارض وعاد كان وناضت البلباله في مدينه جديده. حنا ما بغيناش يوقع لينا نفس المشكل، بغينا نداركوا الامر وناخذوا هذه البقعه الارضيه اللي لان وراه هي ديجا هضرنا مع مواليها وتفاهمنا معهم في الثمن، لان وراه 218 مليون راه ماشي سهله عاد زيد النوطير، بغينا نقتنيوا هذه الارض في اقرب مده زعما قبل من 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 شهر 4 او 5، المهم الا اقتدى الحال راه كاع فوت رمضان زعما، ولكن اقتدى الامر باش ما يكونش عندنا مشكله. اش غنقول لك اخي العزيز بانه جماعه مولاي عبد الله خاصها تنتبه لهذه النقطه، بشوف اي مشروع انا غنقول لك اي مركز او مستشفى او شي حاجه شنو النهايه ديال هذاك المشروع، النهايه ديالو هو اشخاص، هذوك الاشخاص شنو النهايه ديالهم، النهايه ديالهم هو الموت، هو ملي كدفن الانسان، هو فين غيدفن الانسان. اي راه فعلا غنحط مشروع وغنمول مشروع وغندير مشروع، ولكن في الاخر ديال الحياه ديال البشريه، حنا كنا بشريه في الحياه ديال الشخص، شنو هو الحياه الاخر ديالك هو الممات، هو فين غدفن. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.